السلام عليكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، خصوصا في هذه الأجواء هذه ديال الحجر الصحي بخصوص هذا المرض اللي كاين دابا كورونا كوفيد 19. نتمنى يعني تكونوا ملتزمين كيف ما طلبت منا الدولة، ملتزمين بالحجر الصحي وملتزمين بما تخرجوش إلا للضرورة القصوى هكا باش ما ينتشرش هذا الوباء هذا. واللي يخرج كيف ما العادة راه الاحتياط واجب، يدير لي غون ويدير سيرتو الكمامة، كمامة بالخصوص، ويحاول انفيكتي الوديات ديالو. وهذا الشيء اللي كاين. المهم انا جيت نشارك معاكم واحد الوصفة او قماش او طرق العناية بالايدي ديالي، سيرتو دابا في هاد البيريود هادي احنا يعني عندنا غير الكوزينة سيغتو العيالات، واخا ولاو الرجال كيعاونونا في المطبخ وكي يهزو شويه الحمل علينا سيغتو مع هاد الوضع هذا، ما فيها باس هكا يتلفو الوقت معانا كيف ما قلت لكم، خصوصا في هاد البيريود هادي ديال هاد الحجر الصحي. يعني ولينا كنكونوا في المطبخ بزاف، من يعني من ناحيه الطياب الشقه هذه اللي دينا بداو مساكن كيا وشويه بداو كيتدهوروا، ما علاش لا من مره مره نعتنيو بهم. هكا جيت نشارك معكم هذا القماش هذا. اول حاجه بعد قبل من القماش ناخذ واحد الاناء هكا فيه الماء دافي وكنديروا فيه جيل دوش او شامبو وكنغطسوا فيه ايدينا باش يرطبوا. بالنسبه للقماش اشنو كنحتاج فيه؟ كنحتاج فيه معلقه ديال القهوه، تقدر تكون قهوه، معلقه ديال القهوه بودره مطحونه، وغادي نحتاج واحد القطرات ديال الحامض، وهذا معجون الاسنان حتى من بعد نقول لكم علاش غادي نحتاجه. وهنايا الزيوت، بالنسبه للزيوت عندي هنا عندي زيت اللوز، وعندي هنا زيت ارغان، وعندي هنا الفيتامين او. بالنسبة للزيوت البنات كيبقاو اختيار يا شنو متوفر عندك، انا متوفرين عندي هادو. بالنسبة للبنات هاد القريعات هادو من اللي كيساليو لينا من هذا، شفتو راه تعرفوهم ديالاش ديال النكهات، من اللي كيساليو كنشدهم كنغسلهم وهكا كنخوي فيهم من القرعة الكبيرة، كنخوي فيهم هكا باش نقدر الى سافرت نديهم معايا، كيجيو ساهلين حسن من القرعة الكبيرة. هانتوما كيبقاو ساهلين في الاستعمال، تهزيهم معاك في الصاك، ديريهم في لافاليز. المهم ندوزو للطريقة ديال الاستعمال. هنا البنات كان كيصحاب لي راني كنسجل وانا ما وركتش على بلاي. المهم هنا راني درت واحد المعلقه ديال زيت اللوز ودرت معلقه ديال زيت ارغان، ودابا بقى ليا الفيتامين او غير قطرات، ما فيهاش مشكل ندلعو ايدينا. بالنسبه البنات الفيتامين او والزيت ارغان راه واحد فيهم اللي متوفر عندكم ديروه، راح تيبقاو عندهم نفس الفوائد. انا بغيت ندلع راسي درتهم بجوج. هكا غادي نخلطوا هادشي وغادي نزيدوا عليهم قطرات ديال الحامض، حامض كيبيض وكي انفيكتي كي يعقم اليدين. وهكا نحركو هادشي مزيان، يعني عادي قوما ساهل. شنو متوفر عندك في البيت؟ شنو متوفر عندك في الدار؟ وانتم البنات كيبان لكم الخليط قليل، ولكن هذا راه كافي الاستعمال ديال شخص واحد. نزيد شويه الحامض باش يجي شويه جاري، يكونش عندنا خليط عاقد. ودابا
ندوزو باش نطبقو على الايادي ديالنا، نحيدو اي حاجة حنا دايرينها هكذا غادي نحطو على الايادي ديالنا. نديرو هكا، ها علاش درت مناديل ديال الورق. هانتوما البنات، هي ملي كنكونو في الحمام كندهنو ليهم بجوج ونفركو حتى من هنا ومن هنا ونفركو مزيان. هانتوما ما نخلي والو، شفتو استعمال الواحد كافي. هكا كنبقاو نديرو هكا، من هنا هي منين تكونو في التواليت ديرو هكا، ديرو هكا وديرو هكا وبقاو كلها هكا كل صبيع هكا. هنايا ها، المهم راه اي واحد كيعرف كيفاش يدير الكوماج. انا غادي نكملو في الحمام وغادي نتلاقى معكم، غادي نغسل ونتلاقى معكم. بعد ما غسلت الايادي ديالي هانتوما شوفوا كيبقى داك الزيت من بعد ما غسلتهم كيبقى كاينين الميعات. في غادي دابا نجيبو معجون الاسنان، وهنا فين كاين السر. هذا معجون الاسنان كيبيض وكيعطي واحد البيوضه خطيره للاظافر، غادي تشوفوا الفرق. المهم غادي نهزو هكا بالاصبع او باي فرشات وندهنو هكا على الايادي ديالنا هكا البنات، والاظافر حتى هما غادي تشوفوا اشنو اي نوع ديال معجون الاسنان. بالنسبه للمعجون الاسنان غير هاد الوجه هذا ديال اليد هكا، وغادي نخليه حتى ينشف. ملي غادي ينشف غادي نغسلوه وغادي نمشيو باش نوريكم كمالة ديال العناية بالأيدي ديالنا. وحنا كنتسناو ينشف غادي نبقاو نديرو هكا حركات دائرية. ها هو راه ديجا بدا ينشف، كيبدا بحال كيتقال. عرفتوا البنات الملمس رطب 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 بزاف بزاف. ما تنساوش الاظافر كيف ما قلت لكم، الاظافر غادي تشوفوا اشنو غادي يطرى فيهم. ها هو راه ديجا بدا كينشف، خليه واحد شويه ونغسلو. نغسلو البنات بالماء دافي ولا الماء عادي اللي بغيتو. ها هو البنات تيلمون نشف، دابا غادي نمشيو نغسلوه. من بعد البنات غسلنا يدينا مزيان،
ورجعنا، ها انتوما كتشوفوا كيفاش كيوليو اليدين، كتحسوا بواحد البرودة هائلة في هذا اليدين ديالكم. سي نورمال مع معجون الأسنان فيه الفليو. المهم البنات شوفوا الأظافر كيفاش كيوليو. هنا راه ممكن تكتفيو غير بهاد ليتاب هادي، بهاد المرحلة هادي، ديروا غير لاباز الصبيعات ديالكم، الضفيرات ديالكم وصافي. حيت انا ضفر كاين وضفر ما كاينش، بسبب يعني الشقاق راكم عارفين، واحد كاين واحد ما كاينش كيتهرسوا الضفار. انا غادي نلصق الاظافر الصناعيه، وقبل غادي ندهن يا اما بهاد الكريم، اي كريم موجود عندك. انا كنستعمل هذا خطير بزاف، او كنستعمل هذا مصيبه. هانتوما راه كانت عامره هي اخوات. لا بغيتو تعرفوا المكونات ديالو كتبوا لي في لي كومونتير، وانا غادي نشاركهم معكم. هذا كنديرو كل ليل، كنبقى ندهنو هكا مصايبه في الدار. كيرطب وكيبيض في نفس الوقت، كنبقاو ندهنو حتى يدخل في الايادي ديالنا، حتى هو فيه بحال المكونات اللي في هذا. هذا فيه الجريسيلين، فيه الفازلين والبارابين. زوين بزاف هاد الكريم هذا، وحتى هذا اللي مصايبه انا راه دايره فيه زيت الجريسيلين، وهذاك الجليسوليد الاحمر راه كتعرفوه. هانتوما هذا، شوفوا 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 اللمعه اللي ولات في يدي، شوفوا هانتوما شوفوا هذا حتى هو زوين. غير باش ما نخلطش غير نجربو لكم. عفوا البنات ما نقولش ليكم على الرطوبيه في اليد ديالي. وحنا كندهنوا الكريم باش نوريكم هادو، باش يدخل لينا الجلد ديالنا. نديرو هكا، ها انتوما منين كنبداو ندهنو الكريم نديرو هكا. هلا كيسخن هكا ونديرو هكا، ونجيو كل صباع نديرو ليه هكا. بحال هكا كديري المساج الايادي ديالك. باش يدخل في الجلده ديالنا، ونجيو عاود نديرو ها شوفوا وكتجبدوا ها. عرفتي كتحسوا بواحد المساج الاصابع هائل. ها نتوما سمعتوهم حتى طرطقوا. وهكا غادي ندوزو دابا المرحله الثالثه. بقاو معنا باش تشوفوا، درنا الاولى درنا الثانيه، دابا المرحله الثالثه. شوفوا شوفوا اللمعه اللي ولات في ايدي. نخليو الكريم ينشف واحد دقيقه جوج دقائق ونرجعو.